يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال ليست بسنة، وهذا هو الصحيح أنها ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم التشهد لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قيل له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. ثم انه قد ورد حديث السنن ذكره ابن القيم في زاد المعاد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخفف هذا الجلوس حتى كانما جلس على الرضف، الرضف الحجاره الحاميه. فالقول الراجح انه لا يزيد، نعم، يعني لا يزيد على قوله وأن محمد عبده ورسوله.